بعد ما تحدد رسميا مواجهه مصر قدام الكونغو في دور ال 16، تعالوا مع بعض نشوف ايه هي مواجهات مصر والكونغو تاريخيا. في البدايه تفوق تاريخي المنتخب مصر على منتخب الكونغو، لانهم اتقابلوا في 12 مره، قدر منتخب مصر يفوز في 8 مرات وتعادلوا 3 مرات، كانت خساره مصر من منتخب الكونغو مره واحده. سجل لعيبه منتخب مصر 25 هدف في شباك الكونغو واستقبلوا من منتخب الكونغو 12 هدف. اما على المستوى مواجهات كاس الامم الافريقيه اتقابلوا 4 مرات، مصر فازت في 3 مرات والكونغو فازت في مرة واحدة، ومنتخب مصر سجل 9 أهداف واستقبل 4 أهداف. وعلى مستوى مباريات تصفيات أمم أفريقيا اتقابلوا مرتين، مصر فازت في القاهرة، تعادلوا في مباراة كينشاسا. أما في مواجهات تصفيات كأس العالم اتقابلوا مرتين ومصر فازت رايح جاي. أما على مستوى المباريات الودية اتقابلوا 4 مرات، مصر فازت مرتين وتعادلوا مرتين، مصر سجلت وديا 11 هدف واستقبلت 7 اهداف. واخر مواجهة بين مصر والكونغو في بطولة كاس الامم الافريقية كانت في بطولة مصر 2019، ومصر كسبت في دور المجموعات 2-0، سجل الاهداف احمد المحمدي ومحمد صلاح. كل التوفيق لمنتخب مصر، ولو عجبكم الموضوع ما تنسوش اشتراك في القناة ولايك للفيديو. سلام.